رئيس الجمهورية تسلم رسالتين خطيتين للرئيس مجلس القيادة الرئاسية في الجمهورية اليمنية ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. رئيس الجمهورية يوجه شهداء الوطن الذين استشهدوا دفاعا عن أمن البلاد بوسام الامتناع الوطني تقديرا لتضحياتهم. الوزير الأول يشرف في نواكشوط على حفل استلام وحدات وآليات لحفر الآبار لصالح الشركة الوطنية للحفر والآبار. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ غزواني أمس بالقصر الرئاسي رسالة خطية من أخيه السيد رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة. سلم الرسالة وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني السيد أحمد عوض بن مبارك خلال استقبال خصه به رئيس الجمهورية، وتم خلاله استعراض مختلف أوجه تعزيز التعاون المشترك القائم بين بلادنا والجمهورية اليمنية الشقيقة وسبل تعزيزه. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم المرزوق ومدير ديوان رئيس الجمهورية السيد إسماعيل الشيخ أحمد والمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية السيد هارون تراوري، ومن الجانب اليمني السفير اليمني لدى بلادنا السيد سالم صالح العرادة ورئيس المنظمات بوزارة الخارجية اليمنية المستشار أحمد الشرعبي، إضافة لسكرتير وزير الخارجية اليمني المستشار سالم عوض بن مبارك. وعقب اللقاء أدلى الوزير اليمني للتلفزة الموريتانية بالتصريح التالي. بلقاء فخامة الأخ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سلمته رسالة خطية من فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وبمعية أخي معالي وزير الخارجية محمد سالم مرزوق. وكانت فرصة كبيرة بأن أطلع فخامة الرئيس على تطورات الأوضاع في اليمن. موريتانيا محطة مهمة بالنسبة لنا، وإن بعدتنا الجغرافيا فعوامل الدين والثقافة والنسب والتاريخ تجمع اليمن وموريتانيا بشكل وثيق. هذه هي الزيارة الرسمية الأولى منذ سنوات، وزيارتي الأولى لبلدي الثاني موريتانيا وعاصمته الحبيبة نواكشوط، التي أصبحت خلال الفترة الماضية وإن شاء الله في الفترة القادمة كذلك محطة مهمة لكثير من الفعاليات الإقليمية والدولية. ونحن إن شاء الله بعد أيام قليلة سيكون لدينا وزراء اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية وإن شاء الله القمة العربية، لذلك نهنئ أخوانا وأهنئ أخي معالي الوزير على هذه الدبلوماسية النشطة، ونتمنى لموريتانيا مزيد من التطور والتقدم في 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 التحدي التنمية المهم، وكذلك في إرساء عوامل الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب. إن شاء الله بعد هذا اللقاء يعني ستعقد جلسة مشاورات وباحثات في وزارة الخارجية الموريتانية، سنبحث فيها أفق وسبل تطوير العلاقة المشتركة وإعادة إحياء اللجنة الوزارية المشتركة بين اليمن وموريتانيا، والبحث في كيفية تعزيز أطر التعاون في 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 كافة المجالات. أكرر شكري وتقديري لأخي معالي الوزير على حسن الضيافة وحسن الاستقبال، وبإذن الله يعني مزيد من الارتقاء بالعلاقات اليمنية الموريتانية. وتسلم رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني أمس بالقصر الرئاسي رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي. سلم رسالة الوزير المستشار بالرئاسة مكلف بالشؤون الدبلوماسية السيد محمد سالم وللسالك خلال استقبال خصه به رئيس الجمهورية، وتم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء مدير ديوان رئيس الجمهورية السيد إسماعيل للشيخ أحمد والمكلف مهمة برئاسة الجمهورية السيد هارون تراوري والمدير الوطني للأمن والتوثيق الصحراوي السيد حما مالو. وبعد اللقاء أدلى الوزير الصحراوي بتصريح أوضح فيه أن اللقاء كان مناسبة للحديث عن العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين. سلمنا لفخامة الرئيس
محمد بن الشيخ القزواني، رسالة خطية من أخيه وصديقه الرئيس إبراهيم غالي. الجمهورية الصحراوية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تربطهما علاقات تاريخية. هذا اللقاء كان مناسبة للحديث عن العلاقات الثنائية الطيبة والتاريخية التي تتطور لصالح الشعبين الشقيقين الصحراوي والموريتاني. أخبرنا وأطلعنا فخامة الرئيس بآخر تطورات القضية الصحراوية. الجمهورية الصحراوية تتطلع إلى السلام وتعمل من أجل السلام، وتعتقد الجمهورية الصحراوية أن لموريتانيا دور إيجابي تلعبه، لأن موريتانيا لها دور أساسي وهام من أجل الاستقرار انطلاقاً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولكن كذلك لميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وشح رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي شهداء الوطن الثلاثة الذين استشهدوا مؤخرا دفاعا عن أمن البلاد وسلامة مواطنيه. واستعرض رئيس الجمهورية رفقة وزير الدفاع الوطني وقائد الأركان العامة للجيوش خلال الفعاليات المنظمة بهذه المناسبة وحدات من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، قبل أن يصافح كبار القادة العسكريين والأمنيين وممثلين عن التشكيلات السياسية والأئمة وهيئة المجتمع المدني. احتضن القصر الرئاسي في نواكشوط مراسم توشيح شهداء الوطن الثلاثة الذين سقطوا مؤخرا في ساحة الشرف دفاعا عن البلاد وسلامة مواطنيها. وخلال هذه المراسيم استعرض رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني رفقة وزير الدفاع الوطني وقائد الأركان العامة للجيوش وحدات من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية. رئيس الجمهورية صافح كبار القادة العسكريين والأمنيين. يتعلق الأمر بالمدير العام للأمن الوطني وقائدي الحرس والدرك الوطنيين والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والمفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن. كما صافح سيادته ممثلين عن التشكيلات السياسية ولائمة وهيئات المجتمع المدني. وشح رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني شهيد الوطن الرقيب صلاحي باه أبل بوسام الامتنان الوطني تسلمه ابن عمه ودا حيد أبل. وبوسام الامتنان الوطني أيضا وشح رئيس الجمهورية شهيد الوطن الدركي نسق ثاني المصطفى الخضير عبيد تسلمه أخوه محمد الخضير عبيد. ووشح رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني كذلك بوسام الامتنان الوطني شهيد الوطن الرقيب محمد سيد أحمد نتشيه وتسلمه والده سيد أحمد عبد الله نتشيه، وذلك تقديرا لتضحيتهم من أجل البلاد وعرفانا لشجاعتهم في الميدان. وقد أصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تعليماته بترقية شهداء الوطن بصفة استثنائية إلى الرتب الأعلى الموالية. والتقى سيادته بممثل أسر الشهداء الثلاثة وقدم لهم واجب العزاء. أشرف الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود في مباني الشركة الوطنية للحفر والآبار على حفل استلام وحدات وآليات لحفر الآبار لصالح الشركة. ويتوقع من هذه الآليات التي تم اقتناؤها من قبل الدولة أن تعزز أسطول السيارات والورشات الفنية الموجودة لدى الشركة الوطنية للحفر والآبار.
آلية حفر للآبار من النوع الجيد، وحدات فنية متخصصة في معالجة التربة، وسيارات رباعية الدفع مع عدد من الشاحنات والصهاريج المزدوجة تشكل في مجملها مكونة متكاملة من اللوازم والمعدات تم اقتناؤها من طرف الدولة لتعزز وحدات الحفر التابعة للشركة الوطنية للحفر والآبار. ولأن هذه المكونة تترجم وفاء تعهد به رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ضمن برنامج أولويات الموسعة، فقد أشرف الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود على حفر تسليمها للقطاع الوصي. الوزير الأول وهو في عين المكان أعطى إشارة انطلاق تشغيل هذه الآليات إذانا بدخولها حيز الخدمة. بعد ذلك تابع الوزير الأول والوفد المرافق شروحا فنية حول هذه الآليات وطبيعة عملها في الميدان، وبينت الشروح بالأرقام عينات وحدات الحفر الجديدة ومجالات تدخلاتها والدور الذي يتوقع أن تسهم به في مضاعفة عدد الآبار الارتوازية التي تم حفرها في مناطق مختلفة في الوسطين الريفي والحضري، وذلك تعزيزا للجهود المبذولة من طرف الدولة لتوفير الماء الصالح للشرب في المناطق والأحياء النائية. وفي محور الخطابات أكد وزير المياه والصرف الصحي أمل الحاضرين حاجة الشركة الوطنية للحفر والآبار إلى مثل هذه المعدات واللوازم الفنية. اقتناء هذه الوحدات في ضوء ارتفاع حجم الطلب على الآبار ومحدودية وسائل القطاع الخاص وتقادم آليات الشركة الوطنية للحفر والآبار وهي عوامل لم تكن تسمح بضمان تنفيذ خطط القطاع في الآجال المحددة لها ولا التدخل في الوقت المناسب ولا بتنظيم وضبط الأسعار. صاحب المعالي، يتميز هذا الأسطول الجديد بخصائص فنية عالية ويستخدم مختلف تقنيات الحفر التي تصل إلى أعماق 1200 مترا ويتكون من 3 وحدات بملحقاتها و14 شاحنة نقل ورافعات وصهاريج متعددة الحاويات الماء والوقود، بالإضافة إلى 3 سيارات دعم لفرق الحفر. وأخذا بعين الاعتبار تجديد أسطول الشركة الوطنية للحفر والآبار الذي سمح بمضاعفة قدراتها مقارنة مع وضعيتها في أغسطس 2019، تمت المصادقة على القانون رقم 24 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2022 المتضمن البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار بمبلغ إجمالي قدره 2,400,000,000 أوقية قديمة، ستسمح إن شاء الله في منتصف عام 2025 بإنجاز ما عدده 300 بئر استقلال كحد أدنى. وكما تعلمون فإن برنامج التعهدات لفخامة رئيس الجمهورية يستهدف من بين أمور أخرى وخصوصا في شقه المتعلق بتطوير القطاع تحقيق هدفين أساسيين هما المعرفة الشاملة والدقيقة بالموارد المائية للبلد وتثمينها وحمايتها والعمل على حسن استغلالها والسعي إلى ولوج جميع المواطنين إليها بشكل مستديم كما وكيفا. عمدة بلدية الإقصر ثمن في كلمته الترحيبية هذه اللفتة وقال إنها تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تطوير قطاع المياه وتسريع ولوج جميع مناطق البلاد إلى خدمة الماء. فرصة أغتنمها لأثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل خدمة المواطنين والنهوض بالبلد من خلال إنجازات ملموسة تروم تحقيق التنمية المستديمة والشاملة، ولعل هذه المكونة الهادفة إلى توفير الماء الذي هو عصب الحياة خير دليل على الجهود التي تسعى إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 200,000,000 أوقية جديدة تم صرفها في آليات أكدت الشركة الوطنية للحفر والآبار الحاجة الماسة إليها. المشروع يتكون من 17 شاحنة، وهذا مهم حتى به للشركة الوطنية الحفر والآبار كانوا خاصينها معدات الحفر، كانوا عندها 3 حفارات مشرية من 2007 وهذو 3 اللي يشراوا دارك تياهي لا يقووا حتى الشركة ولا يمكنونا، كاننا نجبروا الهدف كان قايل به البرنامج.
وموازاة مع إدخال هذا الأسطول الجديد إلى الميدان، تم اقتناء ماكينات ومعدات وقطع غيار ستخصص لإصلاح وصيانة الآليات القديمة. وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أمس مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا ونائب رئيس منظمة كونتر بورت الدولية على بروتوكول اتفاق لتنفيذ برنامج ماك جوفرين دول العالمي للتغذية من أجل التعليب. كما وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية على تبادل الوثائق المتعلق بمنحة دعم مالي مقدم من قبل الحكومة اليابانية يرمي إلى تزويد الحكومة الموريتانية بتجهيز زراعية ومعدات للري. بموجب هذه الاتفاقية بين بلادنا والسفارة الأمريكية ومنظمة كونتربارت الدولية، يتم تنفيذ برنامج ماك جوفرين دول العالمي للتغذية من أجل التعليم الرامي إلى تحسين جودة التعليم في موريتانيا. حفل التوقيع على هذا البروتوكول شكل فرصة لوزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامادوكان، شكر فيها الحكومة الأمريكية على تقديمها لهذا الدعم الذي سيسهم في جهود السلطات العليا الرامية إلى النهوض بالتعليم وتهيئة الظرفية المناسبة للتلاميذ من خلال توفير الكفالات المدرسية اللازمة. شكر السفارة الأمريكية في نواكشوط ومنظمة كونتربارت الدولية على جهودهما لتطوير التعليم وجعله يحقق الآمال والطموحات المطلوبة. بدورها سعادة السفيرة الأمريكية في بلادنا بيّنت متانة العلاقات التي تربط بلادها بموريتانيا على أكثر من صعيد. سيسهم هذا البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته 28.5 مليون دولار لكاونترپارت بدعم جهود وزارة التهذيب الوطني بإعادة برامج التغذية المدرسية وتحسين النتائج الصحية وتعزيز نظام التعليم الأساسي. وبفضل هذه المبادرة سيستفيد أكثر من 140 ألف طالب وطالبة في 320 مدرسة في ولايات لبراكنا وغورغول وتاغانت. أما نائب رئيس منظمة كونتربارت الدولية السيدة غوندلا أبيل فقد أبرزت أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والتعليم والسفارة الأمريكية في نواكشوط والمنظمة الرامي إلى تنفيذ تقديم تمويل بقيمة 28 مليون دولار ممنوح من طرف وزارة الزراعة الأمريكية لصالح برنامج التغذية والتعليم في موريتانيا والمنفذ بواسطة منظمة كونتربارت الدولية. من جانبه ممثل المنظمة في بلادنا السيد ديزا يامايا أوغو قدم عرضا تطرق فيه إلى نشاط المنظمة وما تم إنجازه حتى الآن وما سيقام به في المستقبل. ودائما في قاعة الاجتماعات بالوزارة ترأس وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية حفل التوقيع على تبادل الوثائق المتعلقة بمنحة دعم التكيف مع تغير المناخ البالغة 5 ملايين ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 151 مليون أوقية جديدة. وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامادوكان ألقى كلمة بيّن فيها أن هذا الدعم الموجه لتطوير الإنتاج الزراعي المستديم وتحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال إدخال آليات زراعية متطورة. شاكرا باسم الحكومة والشعب الموريتانيين الحكومة والشعب اليابانيين على تقديم هذا الدعم الذي سيسهم في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. بدوره السفير الياباني في بلادنا سيد أوتشا تاسيكوني ثمن مستوى العلاقات القائمة بين بلاده وموريتانيا مبرزا أن هذه المنحة ستخصص لتزويد الحكومة الموريتانية بتجهيزات زراعية ومعدات للري بهدف تعزيز قدراتها على التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة المحصول الزراعي، مبديا استعداد اليابان لمساعدة موريتانيا في المجالات الحيوية المتعددة. يعقوب الصوفي، الموريتانية.
إلى ولاية الحوض الغربي، حيث أشرف وزير التنمية الحيوانية صباح أمس من قرى أقلاب التابعة لمقاطعة تمشقط على إطلاق أنشطة مشروع تعزيز الغذاء وقدرة النمو الغذائية المستدامة على الصمود. يهدف هذا المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والرفع من مردوديته في مناطق الإنتاج. تعد منطقة أقلاب التابعة لبلدية صفا بمقاطعة تمشقط واحدة من أهم التجمعات السكانية في المقاطعة من حيث المقدرات الزراعية، إذ تطل القرى على سد أقلاب التاريخي الذي يعود تأسيسه إلى ستينيات القرن الماضي، ويسهم في تغذية المنطقة سنويا بكميات كبيرة من الحبوب التقليدية، إضافة إلى القمح الذي أصبح يزرع هنا بكميات كبيرة. ومن أجل تعزيز ودعم المقدرات الزراعية في هذه القرى، تأتي زيارة وزير التنمية الحيوانية صحبة من العام لوزارة الزراعة وسفير الاتحاد الأوروبي في بلادنا للإشراف على إطلاق أنشطة مشروع تعزيز الغذاء وقدرة النظم الغذائية المستديمة على الصمود، سبيلا إلى تحقيق السيادة الغذائية على المستوى المحلي. هذا المشروع هبة من الاتحاد الأوروبي، وهذا من الأمور اللي خلاونا هون واللي نجوم عام هون، يعني نشكرهم على هذا الدعم المقدمين لبلدنا، وهذا دعم مقدمينكم أنتم المواطنين بشكل مباشر، ويلا تستفادوا منه بأكبر درجة، يقلي تستفادوا منه لا بالعمل وبالتميز، ومعولين حتى على جهودكم في مجال التنمية الحيوانية في مجال الزراعة، بهاللي هذا هو اللي يبني البلد، هو اللي يعطيه استقلاله، هو اللي يعطيهم اللي أعلن إمكانياته، تقعد الناس في ظلهم وتعودوا أنتم هون، عندكم مورد اقتصادي مهم تقدروا تنفقوا منه على تركتكم في القراية، وتقدروا تنفقوا منه على أسركم في تحسين مستواهم المعيشي. رئيس المجلس الجهوي للحوض الغربي أشاد بهذا المشروع الذي يبرهن حسب قوله على عمق التعاون التنموي بين بلادنا والتكتل الأوروبي. إننا نقدر حق تقديره حرصكم السيد السفير على مواكبتنا في شتى أشكال الدعم في تنمية بلدنا، ونرى أنه دليل على عمق العلاقات بين شعوبنا، وأن العلاقات الجغرافية تحتم علينا أن نتعاون في جميع المجالات لننهض بهذه المنطقة. بدوره عمدة بلدية الصفا بيّن في كلمته المكان التي تحتلها التنمية الزراعية لدى سكان البلدية، مذمنا هذا الدعم السخي. الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع أيضا نعتبرها لفتة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية لهذه المنطقة ذات الإنتاجية العالية. انطلاقا من هذه اللفتة الكريمة نشكره ونشكركم جميعا، السيد الوزير، السيد الأمين العام، على هذه الجهود الجبارة التي تبذلونها وتبذلها حكومة معالي الوزير الأول، التي تهدف أساسا إلى الرفع من الإنتاجية في هذه المنطقة المعروفة. أما سفير الاتحاد الأوروبي فقد أوضح أن هذا التعاون يأتي استجابة لتوجه الحكومة الموريتانية الرامي إلى النهوض بالتنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج المحلي. Et en Mauritanie, cela se traduit par l'action qui nous réunit aujourd'hui. إنه لمن دواعي سروري أن أشرف معكم اليوم على حفل تدشين مشروع سكيلاريم الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ 12 مليون أورو من أجل تعزيز الغذاء وقدرة النظم الغذائية المستدامة في المناطق الريفية، انسجاما مع توجهات الحكومة الموريتانية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج المحلي. وإدراكا لذلك الهدف، سيعمل المشروع على تحسين جودة البذور وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية وتعزيز حماية المحاصيل في مختلف مناطق تدخله. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في التحسين من الإنتاج الزراعي في هذه المناطق كما وكيف، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حياة السكان هنا. الحسن دباب، قناة الموريتانية، منطقة أقلاب بمقاطعة تمشقط. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، عدة للتذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يتسلم رسالتين خطيتين من رئيس مجلس القيادة الرئاسية في الجمهورية اليمنية ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. رئيس الجمهورية يوشح شهداء الوطن الذين استشهدوا دفاعا عن أمن البلاد بوسام الامتناء الوطني تقديرا لتضحيتهم. الوزير الأول يشرف بن وقشوط على حفل استلام وحدات وآليات لحفر الآبار لصالح الشركة الوطنية للحفر والآبار.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.